وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة، ويهدف مشروع القانون إلى الارتقاء بجودة خدمة الأرصاد الجوية وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب بدأت بتفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مقدمة من الأعضاء، فضلاً عن إحالة اتفاقيتين بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنهما. كما استعرض المجلس التقرير النهائي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تم الموافقة على مشروع القانون في مجمله عقب المناقشة من قبل النواب. وقد أتى مشروع القانون بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه، منها الارتقاء بوجود خدمات الأرصاد الجوية، ضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكماً له. أنا بوافق على هذا القانون، لأن القانون في إنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهذه الهيئة طبعا مهمة فيما يخص البيانات اللي تقدر توفرها لكل متطلبات فيما يخص يعني البيئة، فيما يخص الأمن القومي، فيما يخص كافة الجهات والطيران المدني. ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويؤثر على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. المجلس من جانبه قرر تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.